طيب، السلام عليكم يا رجاله. فيديو جديد النهارده، ازاي تعمل برايفت نمبر، ازاي ترن على اي حد برقم امريكي او رقم خاص او رقم غير معروف، ازاي تعمل برايفت نمبر وترن على حد مكالمات. تمام، بس قبل ما ابدا في الفيديو انسى صلي على النبي، اشترك في القناه لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس وتدوس لايك كومنت على عجبك الفيديو. يلا نخش في الشرح على طول. طبعا الطريقه برنامج، تمام، ابلكيشن مساحته حوالي 8 ميجا، تمام، اللي هو دون مساحته حوالي 8 ميجا. تمام، بتخش على الابلكيشن كده عادي، طبعا اللينك بتاعه هسيب لك في الوصف. تمام، تدور مثلا كده، تدور سماح. تمام، لازم يكون بس النت عندك حلو. استنى كده، هديله كونكتد كونتينيو. تمام، هتدوس دون. تمام، بيقول لك اكتب رقمك. تمام، فانا هكتب الرقم عادي. تمام، هتكتب رقمك العادي. تمام، هتدوس كده، هيقول اديله اوكي. تمام، طبعا الرساله هتجيلك على التليفون بتاعك، مش هو هيجيلك رساله هنا كأنك هتتحقق من الواتساب باي حاجه، يعني هي رساله هتجيلك هنا. تمام، سواء هجيب رساله ارجع لك. طيب، بس دلوقتي حطيت الكود اللي جالي. تمام، كود تكتب هنا اي حاجه، اي اسم. تمام، ولا اسم اي حاجه. طبعا هنا اي جيميل. تمام، اي حاجه كده، gmail.com. تمام، هديله دن كده. تمام، هيفتح معاك بلوكه دي كده. طبعا انت شايف معانا 15 سنت. تمام، دلوقتي هوريك بقى ازاي ترن على حد وازاي تخلي الرقم محفوظ. تمام، هتخش على الاعدادات. تمام، فوق كده تلاقي كلمه هنا اسمها كلر اي دي. تمام، هتدوس عليها كده تسيبها تحمل. تحمل ثواني بس كده. تمام، طبعا دلوقتي هوريك ازاي تجمع نقط وازاي ترن على حد وكل حاجه، دلوقتي هوريك بالتفصيل. طبعا النت بس ضعيف عندي اهو يا اسطى. تمام، هتلاقيها رقمك ده. تمام، هتخليها انيموس دي. تمام، خليتها انيموس دي، تيجي راجع كده، راجع كمان. طبعا ارجعها اوريك تاني. تمام، هتكلر اي دي. تمام، بعد كده تخليها من رقمك تخليها انيموس. تمام، تخليها انيموس زي انت ما شايف كده رقمك. تمام، كده رقمك، تخليها انيموس. تمام، ترجع بقى كده يا اسطى تاني. تمام، طب من انت دلوقتي عايز ترن على حد، عايز ترن على حد، تكتب بس رمز دولته. تمام، 20 اللي هو مصر. تمام، تكتب الرقم. تمام، هتوصل كده يا اسطى زي انت شايف دلوقتي، ليه هيرن عليا دلوقتي، هيقول لك رقم معروف او غير او رقم امريكي. تمام، شايف بيرن اهو. حد مثلا عامل لك بلوك. تمام، فهو زي انت شايف رقم غير معروف. لو حد مثلا عامل لك بلوك تقدر تكلمه من هنا. تمام، فعادي 20 اللي هو مصر. تمام، رقم الدوله، رمز دولتك. 44 اللي هو الولايات المتحده، عادي مش حوار، تكتب اي رقم تصل باي دوله في العالم، لو مثلا 44 الولايات المتحده. تمام، 20 اجابه مصر. تمام، فبراحتك دي. تمام، فترن على حد انت عايزه بالرقم ده. تمام، طبعا دلوقتي نخش بقى ازاي تجمع نقط في الابلكيشن. طبعا دلوقتي هتخش يا اسطى هنا كده. تمام، طبعا ده الملف، يبقى ده الملف بتاعك كده اللي هو ده. دوس على ثواني البروفايل. طبعا هنا تحط اسمك عايز تعمل الحاجات دي كلها. تمام، ثواني ثواني هرجع لكم دي. تمام، رجعت لكم. بص يا اسطى، هتدوس على الكلمه دي اللي هو ده. تمام، هتدوس شير. تمام، طبعا هنا بتشير يا اسطى، وكل حد يسجل بالابلكيشن بتاعك بيجي لك زيه. يعني مثلا انا شيرت بالابلكيشن بتاعك. تمام، خلينا بس نرجع احنا تاني. طبعا شايف ال 15 سنت دول. تمام، اللي هو ما كملش دولار حتى، كملش دولار. هتدوس هنا شير يا اسطى كده، شير تك تك. تمام، نخش مثلا على الملاحظات، مثلا على المفكره. طبعا اللينك ده، تمام، تبعته لصحابك كل اللي عندك. تمام، كل اللي هيدوس عليه هيسجل بيه هيجي لك انت زيه. يعني مثلا هو هيجي له نص سنت، هيجي لك نص دولار زيه. تمام، طبعا كله بيجي له زي بعض. تمام، وترني تاني. تمام، سواء نرني كام مره عشان اوريك. تمام، 20 10. انا ممكن بيرن برقم امريكي. تمام، كنت من قبل الفيديو كان بيرن برقم امريكي. بس يا برودو، كان فيديو النهارده، مش بقى تشترك في القناه. طبعا هسيب لك اللينك الابلكيشن ده في الوصف. تمام، هحمله من اللينك اللي هسيبه لك. طبعا هيجي لك نص دقيقه، نص دولار. تمام، دي رفض كده. طبعا هحمله من اللينك اللي هسيبه لك في وصف الفيديو. تمام، هتدوس عليه، دخلك على متجر بلاي، مساحته 8 ميجا. تمام، فزي انت ما شايف كده هنا، هتدوس شير لاصحابك. تمام، كل واحد هينزل باللينك اللي انت باللينك اللي انا هسيبه لك في الوصف ده، هيجي لك نص دولار. تمام، هسيب لك اللينك. تمام، ومساحته 8 ميجا على المتجر، مش حوار يعني. تمام، هو بس عبودك كان فيديو النهارده، مش هتشترك في القناه، تفعل الجرس وتدوس لايك كومنت عجبك الفيديو. يلا اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.